السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد تلاميذي الأعزاء في مكون الإملاء. اليوم سأتطرق وإياكم إلى تصفية صعوبات في بعض الحروف المتشابهة. هذا الدرس هو من الوحدة السادسة. سأقرأ وإياكم هذه الجمل المعروضة أمامكم. التقت سلمى بصوفيا. يعيش في الغابة ذئب وظبي. تمشيت على الرمل زوالا. حمل البندقية في عرس عمته. نعيد قراءة الجمل. ركزوا معي على الحروف المكتوبة بلون مغاير. التقت سلمى بصوفيا. يعيش في الغابة ذئب وظبي. تمشيت على الرمل زوالا. حمل البندقية في عرس عمته. بعد أن قرأنا الجمل، سنستخرج من كل جملة الكلمات التي حروفها مكتوبة بلون مغاير. الجملة الأولى عندنا سلمى صوفيا. كما تلاحظون، سلمى تكتب بالسين وصوفيا تكتب بالصاد. هذان الحرفان يتشابهان في النطق ويختلفان في الكتابة. في الجملة الثانية عندنا ذئب ظبي. الكلمة الأولى توجد فيها الذال، والكلمة الثانية توجد فيها الظاء. هذان الحرفان يتشابهان في النطق أيضا، لكن يختلفان في الكتابة. بالنسبة للجملة الثالثة عندنا رمل زوال. هذان الحرفان وهما الراء والزاي يتشابهان في الكتابة، إلا أن حرف الزاي يتضمن نقطة، أما حرف الراء فهو بدون نقط، إذن فهما يختلفان في النطق أيضا. أما الجملة الرابعة فهي تتضمن هذان الكلمتان: البندقية عمته. فالكلمة الأولى تتضمن التاء المربوطة، والكلمة الثانية تتضمن حرف الهاء، فهما يتشابهان في الكتابة باستثناء التاء فهي تتضمن نقطتين، ويختلفان أيضا في النطق. بعدما تعرفنا على الاختلاف الموجود بين الحروف وكذلك التشابه الموجود بينهم، أطلب منكم أن تملأوا الفراغ بالحرف المناسب. سأقرأ عليكم الجمل. السماء صافية. المياه منعشة. الزهور رائعة. يمشي الذئب في الظل. إذن خذوا مهلة للإنجاز.
أتمنى أن تكونوا قد توصلتم إلى الإجابات التالية: السماء تكتب بالسين، صافية تكتب بالصاد، المياه فهي تنتهي بحرف الهاء، منعشة تنتهي بتاء مربوطة، الزهور تكتب بحرف الزاي، رائعة فهي تكتب بحرف الراء، يمشي الذئب تكتب بحرف الذال، في الظل تكتب بحرف الظاء. بعد أن قمنا بتصحيح التمرين، سأودعكم وإلى اللقاء. أشكركم على حسن انتباهكم، وأتمنى أن تكونوا قد تعرفتم على كيفية كتابة هذه الحروف المتشابهة.